بس جاهز ابو يار جاهز بس خلها خدر شوي ها ايش يصير شايش جلسه بس خلها خدر شوي بعدين الدخان كلها عليك يا ولد من الزين ها يضحكون علينا اول الدخان يلحق ايش يلحق الزين عشان ما يقوم ضايف دموع تدمع فجلسه روح الدرانه طيب اسمع احنا من زمان ما سافرنا صح لا يمكن الحين غير الزيت لا لا هالمره ذي نبيها حاجه ثانيه بعصمة تقريبا عند 99% حلقه الثلث الجاي سفر طيران ايه من حضرتك الله اكبر الحديده فوق الخضيره انا جاهز وبلوس جاهز جاهز جاهزين نفسيا انا ما جاهز نفسيا تكفى يا ابو الحين احنا مثلا مشهورين بالسناب دوري دكتور خدرني والله صحيح اروح من له حبيبي تعلم حبيبي انا مريم ايش دخل حبيبي عشت يا حبيبي بس تقري واد مغبره هذا حلاه زي كذا بالله والله ترى النظافه مره ترى ما هي زين طيب اسمع اسمع هالمره نبيك تغامر تدخل معهم مره السعاده على المقصوره ترى متعه يوم تدور شو اسمه جلسه مكانه كرسيك يوم تفك هذا تحط شنطتك صح الياس يقول لك متعه لن يعرفها الا الركاب الله الركاب من اول بس انا عندي ثلاث مشاكل في الطياره هات حوش نعالجها يلا ها بدت ها لا اقلعت قبل الاضرار ها يجيني توتر ولا اقلعت سمع ها ها شوائي احسها بالمنين هنا عندي يجي عند المغلوفه لازم اقول بخ 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 احسها اكرش كلها هذه كلها سهل غير غير وعين الموظفين موظفين اي هم الموظفين عيني اللي صار زعلان اقول في شيء بس صار مبسوط اقول امور زينه طول الرحله زينه ما هي تطيب مثل اشوف هذا عند رحله بكره رحلتك متى؟ بكره الساعه 4 بكره للرياض ما ادري اصلا ما اطلع على الطياره هذه ما تركت طلع عليك شيء؟ لا امورك زينه مستانس يا ولد تنبسط بالطياره والله بالدرجه الاولى طال عمرك الدرجه الاولى طيب خلاص ناخذ درجه اولى كراسي كبار ما لها دخل انت في حديده في الخطيره فوق ما لها دخل الدرجه يغيروا الكرسي ولا ما يغيروا الكرسي يغيروا الكرسي سوا ها؟ لا ترتاح خانة طول عمرك هذيك الضيافه بعد خانة طول وقت ما طالب وجه الناس اللي رايح جاي يا اخوي كرسي وسيع يصبوا له قهوه قام يهرج احس نقول فيه بقى تعالوا موظفين والله غير نوبه امسك الموظف في شيء كتبنا على في شيء ناديني يقول مثلا ود عصير اسمع كرسي درجه اولى كرسي اوسع ما علي منها قهوه قهوه شاهي قهوه عصير شفت حق الطوالي كذا اجلس ما هي مشكله بس يقول لي الهبوط الهبوط ترى يسعدني لو ينزل بسرعته كامله عادي لان اعرف لو يخبط الارض خبط ما تشكي انت من اي فوبيا بالطيران بالعكس انا احب الطيران تستمتع استمتع والله كلنا نستمتع يا هذا ما عنده عقد شلون؟ هذا مستانس طول عمره انت لازم تجرب المره دي ضروري ترى بجرب الدرجه الاولى ترجولك هو شاهي تمر وحركات لا يفاكتك التمر هالدله حتى تقدر تنام تاخذ راحه كذا وتمد رجولك يعني الحين لو جايب لي دله في فرق انا بعدك في فرق بين كرسي البيوك القديم المخمل شفته؟ على ديتسن في فرق خلاص بس هذول مع الارض اه انت لو تجيب لي سرير القديم حالي ما استانست انا فوق اخر رحله دوليه لي انا كانت يا فيتنام يا جورجيا قبل اربع خمس سنوات فيتنام انت انسون يولجولوك تلميرم والله ها ترون من انا الله ايلول دي اسطنبول قلت راح اسطنبول انت تسوي نفسك خارج يا اخي احنا عربي هو يعلمك ناخذ الدوره اللغه التركيه اخوي قبل كان اعرف لغه تركيه ايام المكده اخذهم مكه حجيج جوزين امشي فيهم 200 قبل ما في لا سهر ولا شيء ردي وراهم جوزين الله ليزين قادر نقش قادر يقولون كرات هم قرادنا قادر نقش حسب بس انت اللغه العربيه انا اول رحله آخر, اخر اخر رحله دمشق هلا طيب انا ام الدنيا طلع ابغى اقول ام الدود ام الدنيا هي مصر طلع هاي يا ولد ها بالريف احتاج قليل من الوقت لا لا ابيك تفن هالليله طبعا الليله ليله عطر الرابع ان شاء الله اذا باذن الله 100% بنمشي ما تدري عن الدنيا يمكن يجي ضرب لكن ان شاء الله اكيد امورك جاهزه؟ ان شاء الله الحقائب جاهزه حقيقه هذا ما هو زين الحقائب على ظهرك تقول تسلق ولا ضلع امورك تمام انت؟ ان شاء الله يعني نقول
90% انك تمشي معنا 90% اذا ما جاء ظرف طال ظرف عائلي يلا هي عذر عندي يلا ظرف عائلي يا ولد ترى بناء على كلامك بروح انت قضى جنز وحركات ايه اكيد ايه ما عندي عندي تقييم عندي عندك انت تقييم خلاص رايح مع ايام سوري لا برمعي رحلة دولية للامارات وان شاء الله الكويت يحط يده كافو الياس الطيب كافو والله طيب انت انت خلص عيب ما تعد ابو يارا سم ابو يارا عم بناقلط احنا ما احطه ما تعداك ابو يارا ما والله احطه والله احطه حتى اخلص الطيب بسم الله الرحمن الرحيم بشويش قاعد تضرب انا كذا معكم 90% تكبر. لا ما اقدر احطها والله تكبر. والله ما اقدر احطها قربه يعني لا تقرب خلاص يا خوينا